نقاش حي وبعد آراء كثيرة ووجهات نظر مخطوطة ومكتوبة في مواقع مختلفة تم الاتفاق على الشكل الكلي عدا بعض النقاط تم النقاش حولها. نقاط فارغة كانت واحدة فيهن، واحدة من هذه النقاط هي اختيار الأمين العام من المؤتمر العام أو من هيئة الشورى، وصوت معظم الحضور حضور المؤتمر إلى اختيار الأمين العام من هيئة الشورى. وتتواصل إن شاء الله في بقية اليوم النقاش حول بقية بنود الدستور وبقية الرؤى الأخرى في إطار الأوراق المقدمة للنظر في سياسات الحركة الإسلامية إن شاء الله في الحاضر والمستقبل والعلاقاتها بالأجهزة المختلفة، أملا في أن تأخذ الحركة الإسلامية في السودان موقعها الرائد في توجيه الحياة في السودان، حياة الأمة السودانية ككل.